كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. أول شيء كيف كتعرفوا وكيف كنعرفوا الساكنة ديال طنجة أنه مشفى محمد الخامس وقسم مستعجلات بالضبط الذي عملته في أزيد من 15 سنة، فقسم مستعجلات يعرف اكتضاضا كثيرا، وهذا الاكتضاض هذا ينعكس سلبا على كل مواطن. من تنقول أنه من تكون حالة مستعجلة خوتر وخلي الأخ ديالك، هذا أن كنا إخوة كنا خلي الأخ أو الأخ ديالك باش كل ولوج سريع لقسم المستعجلات. المستعجلات معروفة، المستعجلات الحالات في حالة الشكل هذا اللي خصقتها الخاطر وتعطيها البال والكلام، يعني ممكن شي غير الدواء، مش عايزو يكتب الدواء. أول حاجة الفحص دياله فحص دقيق، إلا تعسل على الطبيب أنه هذا الفحص الدقيق تعيط كاين واحد الطبيب مختص اللي هو تيتكلف به. ودابا الحمد لله أنه كيقولنا لهم أن هناك مولود جديد في محمد الخامس اللي خدم معنا دابا أساتذة في الطب، ونعم الأخلاق ونعم العلم ونعم كل شيء. فهاد الأساتذة هادو أي واحد عيطنا لهم ديما تيقولوا في استجابة. لذلك إلا كان ما سقوش قسم المستعجلات ما نقول أنا لا هما كذبوا، لا حاجة، لأن تيبان من الأم ديالو والأب ديالو والطفل تيبان التربية الحسنة. إلا قالوا ما كنكذبهمش، يمكن أنهم ما استقبلوهمش وما عطاهمش، ولكن علاش؟ إحنا درنا على الموضوع لأن من جو قالوا لنا أنه لم يستقبل، ولا لأن ما كنظنش أنه كل لقى أطباء تما وما يقولش يدخل، حاجة هذا، لأن ما هو تما باش يستقبل المرضى، باش يعالج المرضى، باش إلا أن توقع اكتضاض وتوقع الفتنة هذا. فهذه اللي كنقلبوا ما أمكن دابا حاليا المدير الجهوي الصحة يعملوا جاهدة كل جهده باش أن يحاول يخرج بعض الاختصاصات من قسم من مشروع محمد الخامس باش يدير الاكتضاض ينخفض، بينهم قسم الولادة، يعني حاولوا نصرفوا مشروع محمد السادس ويدير التمديد ديالو باش نخلوا الاكتضاض، باش الى انتجهم نقولوا انه مشروع محمد الخامس هي الجراحه. فيجي الانسان المستعجلات والجراحه وقسم الجديده وفي الطريق. انا بالنسبه لي شهاده طبيه ما كانش تتضي وقت هذاك، والناس كيجيوني بعض الاحيان تقول لي لا باغي ندير شهاده طبيه. سيدي تبات شهاده طبيه تنعرفوا كيفاش التطور ديال الضربه، كيفاش التطور ديال الجرح، عادي لا قال البوليس دابا جبت شهاده طبيه، البوليس قال جبت شهاده طبيه، وهذا هو اللي كاين، وهذا هو اللي كيوقع لنا. كتقول له اش شهاده طبيه ما تخرجش دابا، ما صالحالكش، انا شهاده اوليه كنشوف شهاده اوليه ما عندي ما عطيت حتى حاجه، العجز الكل المؤقت ما عطيش بلاتي. تقول لا خصنا دابا، ودابا ما كاينش دابا، هذا هو اللي صار القطعه، خصنا شي خصنا نور بالمواطن. فالشهاده باش تاخذ حقك هذيك ما مزروش بها، ماشي حاله طارئه، صحتك هي الاولى. لذلك الطبيب اللي عطى الشهاده الطبيه انه نزول عند رغبه الاسره، ياك شريفه؟ نعم. انت قلت لي بغيت الشهاده الطبيه فوالا، احنا هذا حاجة على الكلام، شريف الشهاده الطبيه دابا يا لا الشهاده الطبيه كيعطي واحد حتى كيشوف مريض ويخرج من يخرج من اللي هو فيها. دابا ما عطيهاش دابا، لا بعد، لان خاصني انني نشوف الحاله ديالو شنو هي ونشوف كيفاش التطور على ضوء اللي عندي له التحاليل والاشعه اللي عندي له. ديك الساعات كنعطي تقريبا تقول شنو يمكن له، اما هو الى زاد لي على شهر وشهر بقى لي هكا كندخل في العجز الجزئي الدائم، انعاهه مستديمه والعياذ بالله اللي ما كنظنهاش وما نظن وما بغيوهالوش. ها ولدنا دابا حاليا غادي يتبع لنا مشفى هنايا، عازم مشفى ويكون محل اللي خصو يرتاح فيه وخصو ما يبدلوش داك الشيء اللي وقع، لان خاص النسيان، لان في الدماغ كاين واحد النسيان باش النفس كتهدد والحركه ديالو كيهدو. لذلك الام ديالو الاب ديالو يبقاو بالجانب ديالو، واي حاجه يخبروا بها حاجه مزيانه، اما الا كانوا يخبروه ويبكي وهكا لا، لان ما خصوش يشوف هو بكاوش هذا، خصو يشوف اللي يفوج عليه انسان اسمه اصدقاء ديالو كيتساعدوا اصدقاء يجيو صحابو وصحابو يفوجوا عليه، ماشي يبدو له القائد واش جدامنا القائد حنا هذا
شبينا بين ولا واحد اخر ولا حال اخر. او مخازني او ما عندنا ما ندير تاع ما عندهم يدير بهم. ها ما عندهم يدير بهم نهائيين. حنا دابا في مشفى ومشفى باش تدير حاجه في هذا الشيء هذا. المشفى هو انه خاصو انه يعني حاجه مزيانه اللي تفكروا في اللي كان في العطاء ديالو وضحك ناشط في امان الله وحفظه. هذا باش يفكروا باش يفكروا في الازمه. فهو لا هذا غير صالح. لذلك هذه نعس عندنا هنا نشوف شنو كاين نعيطوا للطبيب الاخصائي النفسي يجي عنده هنايا عين المكان ويلزموا تحت صنع مادر تا هو عنده الاطفال بحال هكا كيتبع هذا ممتاز الحمد لله وعايد الله يستمع العالم.